طبقة التبديل سويتش. هي طبقة تجميع لكنها لا تظهر إلا طبقة فرعية واحدة، مع إمكانية التبديل بين هذه الطبقات الفرعية وإمكانية السماح بإنشاء عظام وتحريرها. أمامنا ثلاث طبقات لثلاث صور، نلاحظ أن الثلاثة ظاهرين في وقت واحد. ننشئ طبقة سويتش ونسحب داخلها هذه الصور، نلاحظ ظهور طبقة فرعية واحدة فقط، ويمكن تبديل ظهور الطبقات الفرعية بالنقر بالزر الأيمن على السويتش واختيار الطبقة المطلوبة. وتستخدم هذه الطبقة للتبديل بين اتجاهات الشخصية الكرتونية والتبديل بين أشكال العين ومن أشهر استخداماتها التبديل بين حركات الفم وعمل مزامنة لها مع الصوت. كما تستخدم كذلك للتبديل بين أوضاع كف اليد. ننشئ طبقة سويتش ونرسم مخطط بسيط للفم. ننسخ الطبقة عدة نسخ مع تعديل شكل كل نسخة. ننشئ مفاتيح تبديل على خط الزمن فيظهر التبديل بهذا الشكل الحاد. ولجعل التبديل مرن، نفتح إعدادات الطبقة ونفعل خيار المرونة بين الطبقات Interpolate، ويشترط لتشغيله أن تكون الطبقات الفرعية لها نفس عدد النقاط، ويظهر التبديل بهذه الصورة المرنة. ولمشاهدة التطبيقات على الدرس يمكن متابعة هذا الرابط وما يستجد من روابط أسفل الفيديو.